وصحى فطور كل الجميع، كل الجزائريين اللي في الخارج اللي في كل قطر الجزائري، فاني نقول لهم صحة رمضانكم صحة فطوركم. وانت ضحكت الكبار والصغار، ويعني حتى كيرام الشيوخالي ضحكتهم وهم صغار، يعني حمزة عنده تاريخ. كيفاش حتى جات اسم ماما مسعودة حمزة؟ صدفة. الحديقة الساحرة كانت في تيرت، وكان خاصهم فنان، وكان عندي ناس كاش تاع الامتحان، وخاص مرأة أمية. إيه صح. الأم تاع الولد. والآن واش راك دير حمزة؟ عند داك الآن حاليا كاش ما عندك بروجيات كاش خدمة كاش؟ درنا فيلم، كملنا فيلم في برج بوعريرج الحبال. الله يبارك. وعندنا دي بروجي بالك رمضان إن شاء الله، ولكن اليوم قاعدة راهي. الله يبارك. عدد الأولاد وليداتك شحال هكذا حمزة؟ تسعة. اللهم صل على النبي. يا ربي يخليهم لك يا سيدي. وجو سوي 18 فوا غرون بير. هل فيهم اللي دخلوا عالم التمثيل كيما أنت في أولادك؟ قاع لعبوا معايا. قاع لعبوا معايا. لعبوا معايا، ولكن غير مالك اللي نجح معايا وقعد معايا. صافي هو اللي بقى. اللي بقى راه يدير معايا في بلاصة حديد وان الله يرحمه. تال بير تال فيس. فوالا مليحة. كيف علاقتك بالتلفزيون لا مومي أستاذ حمزة؟ تلفزيون صدفة ثاني كذلك. الله يبارك. كنت داير لانيماسيون مع واحد الجروب تاع لي زونغروا، ايا ودرت حفله صابوا شافوني، عيط لي اول مخرج هو زكريا تاع وهرن، عيط لي درت واحد ليميسيون منكم ويليكم. الله يبارك. وشكون استاذ اسمح لي المنشط ولا الفكاهي رقم واحد في الجزائر او في الوطن العربي اللي عجبك انت، شكون هو؟ انا كان عندي حلم. قلت يا ربي، كانوا نبغي ثلاثة برك. كان رويشد الله يرحمه، وبقرة الله يرحمه، والإنسبكتور طاهر الله يرحمه. ولعبت معهم قاع في ثلاثة. لعبت مع الإنسبكتور طاهر مارك البيوت. الله يبارك. مع أبو بقرة الله يرحمه. الله يرحمه. عائلة شويطر. ومع رويشد حسن نية. ويحيى بن مبروك ثاني لعبت معه. هذو كلهم قدموا للجزائر وزهوا الجزائريين، الله يرحمهم على كل حال. حمزه صافي بليزير راك معنا اليوم. الاكله تاع رمضان، رمضان يعني حمزه واش يدير فيها بصراحه في رمضان، يعني الماكله اللي تحبها في رمضان؟ رمضان كيما الحريره. وناكل غير شويه برك وما نسحرش.